هيدي الله تستاهلين. شكرا. اليوم او الاسبوع هذا كان مزحوم بالموضه وال الإطلالات. فايش رايك باطلالات النجوم بشكل عام؟ فيني اقول انه عم بيكون التوجه على الاشياء الهاديه. نعم. نوعا ما ما بقى عم بيجربوا يعملوا اوفر مثل ما شاهدنا بالسنوات الماضيه. يعني كان نعم. شغلات كان في الواحد يتسلى يعمل الفاشن بوليس، هلا بصير فتش تفتيش. نعم. شو معقوله اعمل ملاحظات، ولكن كان في اطلالات رائعه صراحه. طبعا اليوم من النوادر انه نتكلم عن الاطلالات الرجاليه. فاحنا راح نتكلم عن الاطلالات الرجاليه والنسائيه، لكن خلينا نبتدي بالرجالي. لأن كمان بالفترة الأخيرة عادة كنا دائما معودين على السجادة الحمراء بيكون الرجال بيلبسوا تاكسيدو مع البابيون، ما في شيء مختلف، ولكن صلنا فترة بنشوف عم بيتجرأوا وعم بيروحوا على إطلالات جريئة ومختلفة كليا على السجادة الحمراء. مشان هيك رح نبلش بإطلالات الرجال على السجادتين الحمراء تبع الأمي أوردز والكريتكس تشويس أوردز. نعم، بإطلالات فعلا رائعة. أربع إطلالات الحين قاعد نشوفهم. شفت كيف ملونين؟ نعم. يعني أنا لإلي هلا بعرف شفت كولمان دومينغو يعني على الطرف اللي لابس ماسترد. نعم. مع الكوت الذهبي، أظن إطلالاته بكل على كل إطلالة بالسجادة الحمراء عم يلفت لي نظري بجرأته وبيعرف شو بيلبق له، ما عم يلبس أي كلام. شفنا كمان في الطقم الأحمر طقم بلون تيل ليرينج مثل ما عم نشوف القميص نازلة تحت البليزر فوق في كوت. سو شفت هالجرأة يلي مختلفة كليا عن إطلالات سابقة. فينا نشوف سلايد آخر في بس فينا نشوف. اوكي سو شفت بيدرو باسكال عمل عمليه بكتفه، فلفت لي نظري على كل سجاده حمراء بيختار سلينج بتتماشى اكزاكتلي مع لون شو لابس. يعني صراحه الستايلست او الشخص اللي عم بيساعده بيعمل شغل رائع. وكمان عم نشوف كثير الابيت بالماندرين كولر الكول ماو. كمان اذا فينا ننقل مثلا البروش الدبوس اللي بيزين صاير في كثير منه على السجادات الحمراء مع التكسيدو. او وتشوف اذا بتشوف هاني شفت البنطلونات الاجريه واسعه. نعم. رجعت دارجه. دارج. وكمان في جرأه لحتى يلبسوها. نعم. الرجال على السجاده الحمراء. بننتقل لسلايد اخر كمان. هلا شوف شو هون مختلف، في تطريز صار على التاكس على السوت. واحد منهم كان عم بيقدم الحفل والاخر من الممثلين يلي كانوا موجودين. سو كمان هيدي لفته ملفته. اقول لك بتفكر انه شي مره نعمل لك مثلا سوت مع امبرويدري عليها هاني مع تطريز؟ والله لا، هي جرأة. لا هي مش يعني فقط الجرأة، ولكن هي الذوق. yes. يعني totally. كمان قديش مناسب. شوف كمان مثلا ما بقى في حتى بركي تاي، التاي مربوطة بشكل كتير لوس، أو حتى في سكارف مثل ما بيحطوا النساء سكارف حول رقبتهم وبينزل. نعم. لتشوف قدي صاروا الشباب عم يتوجهوا لشيء مختلف كليا. ميمي بليش برأيك صار فيها أنه صار فيها الحرية، أو خلينا نقول أو الانفتاح؟ خلينا نقول صار في جيل جديد. أه. من الممثلين إذا بتشوف يعني أغلبيتهم شباب أكثر. نعم. وعم بيتجرأوا حتى هي هيدي إذا بدك التشالنج، إنه أنت تحكي عن شخصيتك حتى بأسلوبك على السجادة الحمراء، ما تصير شخص مختلف كلياً على السجادة فجأة بوف تصير حدا تاني سيريس وأنت. نعم. بالحقيقة منك هيك. إذا منتقل عند السيدات هاني. نعم. الأحمر كان من الألوان الرائجة جداً على السجادة الرمادية هالمرة، فينا نقول لأنه الأمي سجادتها رمادية. اطلالات حلوة. إذا بتشوف سوكي ووتر هاوس السيدة الممثلة اللي حامل. نعم. بفستان فالنتينو بعتقد رائعة الفكرة إنها خلت البطنة يزين أكثر شيء بالإطلالة. بننتقل لسلايد ثاني بالوردات الروزات يلي من الديتيلز يلي كانت موجودة على كذا سجادة بالأوردز اللي شفناها. عرفت هن الوردات يلي روزات بنسميها. نعم. بكل الإطلالات موجودة.
واللي بعدها اللون البرغندي كمان كان حد يعني هو قريب للون الأحمر، كمان كان موجود بقوة على السجادة. وكمان أنا بعتبر دواليبا كان جريئة لابسة هالفستان، لأنه هذا الفستان يعني طريقة القماش كيف معمولة بتمتن، ولكن على إطلالة رأي للطرف على طرف اليمين صحيح. بنتقل لسلايد اللي بعدها ومنشوف الأسود يلي هو دائما موجود على السجادة الحمراء. من أحلى الإطلالات أما ستون يلي لبس لوي فيتون على الأقصى اليسار، كتير حبيت بالوسط شوي كأنه بتتذكر المهوية، هيدا مثل كأنه حاطة مهوية على حالها، ما أنا كتير ناجحة. تريسي أليس روست بالفندي من القصات الرائعة عليها. وعلى الطرف بنشوف حفيدته ل يا الله هلا بدي اتذكر بريسلي ألفيس بريسلي ومرته لابسين اثنيناتهم شانيل. بننتقل على السلايد اخرى كمان بالاسود، الاطلالات الحلوه باللون بالفستان الفساتين السوداء كمان بعتبر. ولكن عندي ملاحظه، ريز ويذرسبون ثاني وحده على اليسار، هي اوريدي من ممثله منا كثير طويله وحاطه بو كثير كبير بفتكر طولها، سو لازم ننتبه دائما على النسب بالقامة ونعرف كيف بدنا نلبس. أنا بعتبر هذا كان فوبا. إذا بننتقل بعد كمان لسلايد تاني برضو بعدنا بالأسود وجينيفر أنستون بإطلالة بالوسط رائعة جدا جدا لدولتشي أند جابانا. وحدا غريتا ليا اللي أنا بتلفت لي نظري دايما حتى بالمسلسلات بتصورها، لابسة هاني من عند لويفي ولكن اختارت إطلالة رجالية وعدلوا لها إياها على قياسة البنطلون والقميص. حتى مش أسود يبدو لي هذا، بلا أسود بس ما بعرف إذا هون أو نيفي بلو ولا أسود بس هيك مع لمعة. أيوة. جايز أنا بتعرفوا قدي بحب التكسيدو، أنا لإلي مش ممكن الواحد يغلط لما يلبس تكسيدو. ولكن كورتني كارداشيان لبس تكسيدو، فيني أقول إنه العنوان العريض إذا بدي أحط على هيدا الصورة حين يفشل التكسيدو، يعني قهرتني إنه لبسي تكسيدو ظبط على جسمي. وين الأخطاء؟ كبير عليها منه. قصدك ثاني صورة على اليمين ها؟ لا كارداشيان هي أول وحدة على اليسار. اليسار والله هي وزوجها. يعني ما أعرف العائلة هذه. هي مش ضرورة سو فشل ذريع للتكسيدو. اللي حدا بتشوف صبية صغيرة، ممثلة صغيرة، حتى الشوز ملسقته مع السوت اللي لابستها. وكل الميديا هاني حكيت عن اخر وحده الممثله ايو ادلبيري لابسه سوت ابيض من درو. الميديا كثير حبت هالاطلاله، شفت بكل هالبساطه قد ايه راقي السوت. اذا بننتقل كان في المنت جديد على السجاده الحمراء هاني، هو استعمال الجلد. هذا جديد في الموضوع. ما عادة ما بنشوف قطع من الجلد على السجادة الحمراء. كان في عنا إطلالات ملفتة للنظر بالجلد، وكمان نفس الممثلة آيو أديلبري لابسة فستان جلد أنا لقيته رائع من لوي فيتون. إذا بنتقل للون الأبيض على السجادة الحمراء، أحلى إطلالة بيضة لإلي كانت لبستها أليسون ويليامز والجمب سوت من زهير مراد، أول واحد على اليسار. أنا لإلي كانت من أفضل الإطلالات. آخر إطلالة على اليمين، الزهرة المحطوطة على الفستان هي محطوطة بمحل حساس، ما بعرف كيف تم اختيار هذا الفستان لساندرا أو. بنتقل على سلايد تاني هون. ليش اخترت هالإطلالات؟ في عندهم أكسسوري ملفت للنظر، يعني منشوف جوليانا مور مع هالبروش بالنص، فستان لشانيل كتير حلو. كلير دينز بالوسط لبسة فستان بينك، كمان هو فينتج بالما، كمان لقيته كتير حلو. هلا الفستان اللي لبسته أوبري بلازا لونه الأصفر مع هالدبوس يلي محطوط كأنها مستعدة تشيل الدبوس وتشكه بحدا مثلا للويفي، هيدا تاني إطلالة كمان كان في سجادة حمراء قبل بالجولدن جلوز، كمان كان في ممثلة لابسة تنورة عندها
دبوس. هالدبوس انه يعني ما فهمته صراحه انه لويفي بركي كان حلو على على المنصه هو عم يعمل العرض، ولكن يرجع يلبس على الريد كاربت مش نعم. كثير لإلي. الميتاليك كمان كان في ميتاليك على السجاده الرماديه هيدا الموسم باطلالات ناجحه فيني اقول لمختلف الديزاينرز يعني من لوي فيتون لبرونيلو كوتشينيلي في اطلالات حلوه بالميتاليك. بالتطريز كان في اطلالات كمان ملفتة للنظر بركي منشوف بالسلايد الثاني كمان اول فستان لكوينتا برونسون لجورج حبيقة الاسود والابيض من الاطلالات الحلوه. هلا اللي حدا جينا اورتيغا لابسه ديور، بس انا حسيت اذا بشوف عن قريب هاني تتذكر كيف بيحطوا شبكه وبيمدوا عليها النباتات لتعربش نفس الستيل التطريز، ولكن تطريز رائع. ولكن انا ذيس از ذا امبريشن اللي لفت لي نظري الفستان يلي بنسميه ديكوباج من مارني لبسته سيمونا تاباسكو، كانه كل ورده جايبينها ومقطبينها جامعين الورد مع بعضهم مقطبينهم بشكل ديكوباج مثل كأنك ولد قصقص الورد وركبوهم سوا. فأنت ضد هذا؟ لا ملفت. ملفت ملفت الفستان كتير عجبني بهالسلايد هيدي الريش اللي لبسته إيسا راي رائع جدا من الريش من الكريستلز ومن اللولو كمان اطلالات ملفتة للنظر. والفستان قبل الآخر لسيلينا جوميز فيني أقول لك أنه أخذ 930 ساعة شغل تطريز وفيه 450 ألف ترترة يعني تتشوف قديه بيصير في شغل لكل هالفساتين يلي بتكون هوت كوتير وبنشوفها على السجادة الحمراء. إذا بدنا نشوف آخر قبل آخر سلايد لأنه اللون غريب ما منشوفه عادة كتير هيدا اللون بإطلالتين إطلالة لماركيزا وإطلالة لجوتشي. أنا كتير حبيت جيسيكا شاسين يلي على الطرف اليمين من مع شراريب هذا شو اسمه اللون؟ ريلي جود اللون هذا بالفرنسي بنقول له شارتروز هلا هو الطحلوبي ما بعرف شو لون الطحالب؟ حبيت الإيكوفيلنت بالعربي الطحالب طحلوبي طحلوبي بركي طحلوبي على نيون ممكن طحلب على نيون طحلب اوكي سو اطلالات فاشله لا يخلو الامر عندي يعني الفستان الاصفر لولا برادا ابدا ما ناجح على السجاده بالوسط يعني طايره طيران وزايده فوليوم على حاله وهي فوليوم وهي فوليوم اكزاكتلي واخر سلايد بس تفرجيكم لانه بيلي ايليش صراحه عايشه على عالم لحالها بفتكر السجادات الحمر الرماديه ولا وحده بتناسبها لانه هي خالقه مود لحالها وعالم لحالها ما بيتماشى مع الاجواء يلي بتكون بالايفنت وما يعني بس هذا يحسب لها انه هي هذه شخصيتها وهذه شخصيتها يس بس فيها تعطيها شويه جلامور. انا ماني ضد انه نتحول على السجاده الحمراء ولكن السجاده الحمراء بدها شويه جلامور نعم فكيف فيها تعطيها شويه جلامور. سؤال ميمي عاده نحن نشوف بالاطلالات النسائيه انه مساله الشنطه يعني هذه بالحياه انها إيه؟ انه اساسيه وكذا لكن يعني. على السجاده الحمراء ما نشوف هذا الشيء لا. الا نادر يعني نادر صحيح وبنسقوا الحقيبه اليد اكزاكتلي تكون مثل الفستان نعم. مثلا اغلب الوقت وبيكون في شغل كثير من لا منا شيء منا شيء اساسي شي ابدا ضروري اكسسوار ضروري ولكن لا مش غلط مش غلط بس انا بفضل من دون. طيب بالنسبه للكابلز هل انت مع انه احنا شفنا اكثر من اطلاله لكابلز ولكن هل تنصحين انه يكونوا متنسقين مع يعني باللون بال حني ومني؟ ما لا انت ما ادري تشوفين يعني اللون على الاقل ما ضروري ما ضروري انا لا ما بلاقي يعني وقت اللي بتكون عم تعمل يعني عم تعمل جهد بعد اكثر عم بتكون عم يور بوشينج ات تو فار فضل لا فيها يكون بركي لمس صغيره مثلا نعم. اذا انا لابسه فستان احمر وجايه مع شريكي بقدر يحط اكزاكتلي مثل ما عملت بوشات حمراء مثلا او بروش حمراء هالقد ايه بس مش اكثر من هيك. شكرا جزيلا ميمي وسعدتينا باطلالتك وان شاء الله تزبطنا ان شاء الله تكون استوحيت شيء من شو شفنا على السجاده الحمراء للرجال. والله في شغلات حلوه طيب نحكي فيها تحت نحكي الهواء. فيها نحكي فيها ان شاء الله بس